قتلوا إخواننا. بنو صهيون قتلوا إخواننا. بنو صهيون قتلوا أطفالنا. بنو صهيون قتلوا أطفالنا. قاتل يا موت. أحرار طنجة كنساء طنجة خرجنا في هذه الحملة التضامنية. في حقيقة هي ماشي تضامن، احنا أصحاب قضية أصحاب رسالة. خرجنا كما قلت عزاؤنا واحد في الفقيد والشهيد إسماعيل هنية، وكنتوجه برسالة إلى خالد مشعل اللي إن شاء الله فعيحمل المشعل، وإحنا متأكدين خرجنا كندينو التطبيع وكل إدانة المطبع على هاد الشرعية اللي كيعطيان هاد الكيان باش يرتكب مزيد من المجازر من الاغتيالات. إحنا خرجنا في حملات مقاطعة للتحسيس بهاد الكيان المجرم. خرجنا كنقولوا أوقفوا التطبيع، أوقفوا شراء المنتجات الصهيونية اللي ما منكونوش إحنا سبب في يعني تقوية هذا الكيان، ما نكونوش سبب باش نعطيو حنا فلوس يتحولوا القنابل ورصاص باش يتقتلوا بهم خوتنا. حنا دائما ان شاء الله هذه الحملة المقاطعة مستمرون الى ان ينال الشعب الفلسطيني حقه. شكرا للتغطية ديالكم، وانه لجهاد نصر او استشهاد. Está ocurriendo por el genocidio del que está siendo víctima la sociedad palestina, que nos avergüenza pues la postura, la actitud que tiene Occidente sobre este tema, y que consideramos que no se puede aguantar ni un minuto más esta situación, que todos tenemos que no sé, gritar en todo el mundo para que de una vez los que pueden solucionar esto lo hagan, porque está muriendo muchísima gente inocente y esto es, vamos, es una atrocidad. Pues que parece increíble, que creemos que están engañados, que los medios en Europa y en Estados Unidos cuentan la historia al revés, y que Israel es un estado genocida sin ningún tipo de paliativo, o sea, sin es un estado asesino que no tenía que existir, y que ojalá venza el pueblo palestino, porque algún día tendrá que ocurrir. Viva Palestina libre. أعتقد أن الدول التي ضد القضية الفلسطينية حان الوقت لتغير موقفها، ومنها المغرب. أظن أن الخطاب الملكي كان قريبا إلى حد ما إلى الاعتراف بالقضية الفلسطينية، إلى الاعتراف بالقضية الفلسطينية أكثر، والقطع العلاقة مع إسرائيل، لكن ننتظر ذلك أن يتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الموت، بعد اغتيال ديال هاني إسماعيل، كيفاش كتشوف أن حماس غتكون في؟ أعتقد أن حماس ولدت من جديد، أو ولدت مجموعة من حماسات إن صح التعبير. مات قائد وولد قواد إن صح التعبير، من ولد مجموعة من الأشخاص الذين يحملون الهم. أنا شخصيا أحمل الهم ولست أسكن في أرض فلسطين، ف
فالقضية أصبحت قضية عالمية بامتياز. الكيان القتال، هذا الكيان الغاصب اللي كيقتل خوتنا واللي كيقتل القطة ديالنا، هذا المجرم الوقيت اللي حتى في الغدر ديالو شابان كيغدر غير من الليل جميع يعني.